الدخل. سامحني فما شكون مات جاي تعمل في اختصامت ولا شنو؟ سامحني معناها خفت نقص عليك ولا معناها تخدم ولا حاجه ما حبيش ان... صحيح انا كنت نخدم اما نجم ما نف بون ما نعرفش ما نتغشش ما نجيش معناها حبيت سمعت اللي انتم معناها تحبوا حاجتكم معناها ب فوتوغرافيست ونجم معناها تقبلوا شكون يخدم كل شيء ومعناها حبيت اني نلقى فرصه ولا حاجه معاكم ومعناها ماذا بيا نعاونكم في شويه خدمه كل شيء ونضم اللي ليكم يعني شو السوسي فيكم. اي ومش عندي. بون اوكي انا فك 2010 انفورماتيك خشت بعد الكنز خدمت برشا عبد الشوط على فيربيكت وعندي برشا بلايت معناها حتى دي فيديو بالانترو بالافتر بيكت ومعنا حبي ان انا حبي نكمل حبي نولي كمان بس خلينا نشوف خلي في فمك حبه بيل اس او اس على الاقل. هاي احييك واشد على يديك كلام بون حتى نعطيك معلومه صغيره ريت زوز بسيات هذوما زوز طويبة كل شيء في الزوز وشو باك افتح يا سمسم انا تو سامبلومون ما عنديش الباك معناها الشاهد اللي عندك نجيب كاس اوان اش تعمل اوان 15 عام قرايه 15 عام قرايه اوان معداتي كلها غلط انا شو لا 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 علاش تعمل هكا مان علاش؟ هذا قرايتي خدمتي يزي معناها مش تكمل تشربها تو انت باش تشرب ماء مان علاش؟ خدمت كانش تهز وحدك في روحك علاش علاش هايدي 15 عام قرايه علاش جبت كنز ما عندي في الباك؟ والله حتى البروغراماسيون انا نخدم والله هذا اللي مانيش شو اسمه أمان والله ثلاث سنين طالع بالحق معناها نحب نعمل حاجة نخدمه وعندي في دايما معناها نحب نجم نوريك توفينا صباح بدرتين نحب نحقق حلم نتاعي معناها نحب نخدم فما دريب نتاع ام بي سي أمان ولا بالحق من تنجم تروح ولا نعيط لك سكيورتي من أمان أمان بربي نحب نخدم نحب نعمل أي حاجة نحب نخدم أعطيني أي حاجة نخدمها أي نحب نخدم ليل نهار يوم أنا حتى نخدم حتى متطوع أنا حتى استشار حتى ست شهور حتى متطوع حتى عام غير قراية متطوع معاه ست شهور معاه قلتها ما قلنا نرجع في كلمتنا اوكي المهم ما نبدا نعمل اسم نحب نعمل خبره نحب نعمل اكسبيرينس معناها نحب نخدم بس ايش خلينا نحكي ايش وقت في طريقنا ما نشوف لكم عصاكم في الادارات ما عندنا ما بون تنجم تخدم سكرتير في البلاد فندس عام تنجم تخدم سكرتير في البلاد فندس بون كان باش نبدا من اليوم ماذا بيا معناها السوسيتي نتاعكم معروفه و من غير تبندير من غير تبندير الو وي سندس لا لا عندي شكر توم عندي اسمعني اكتشفت انك طيحت سكوري في فارمفيل بون انا ما نحبش واحد شكون يخدم عندي نحب في العرف في الحقيقه في اللعبه دونك ما ديجا قلت لك ابعث لي على النجم ما بعث ليش دونك ما تساعدنيش وربي طاقه الخير في زوز الطيخ اخرى اوكي صباح الخير ديزولي سامحني سي عبد السلام وقتاش باش يجي معنا على فكره سي عبد السلام تيجي لهنا اي معناها خاطر احنا انا اخذت السيستم تاعو اخذت السيستم معروف وكل شيء وهو معناها معروف في مجال الفن والاعلام نسيت ما نبهتكش كي جيت سي عبد السلام قول له راني نخدم ونخلص تقول له شنو المتطوع اما معناها سي عبد السلام معناها عنده معناها مرموق في المجال هذا معناها حبيت اني من غير تبندير يا قلت لك خدمت والله خدمت ودير معناها تبندير وقلت نجم تروح على الاكل نجيبو تصبيح
بنجي نخدم اليوم على المهم اني نقابل الساعه السلام على مش هنا جيت بلاستي اوكي 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 هذه صح اخذت مضمونه على رجله عايش ابارك الله فيك الفن في انا عندك علي اشتغلك حشيش وقالك صح حشيش بيصير أي بربي لحظة هكش كنت ما عارف يمشيك لحظة بك أدخل بسي هذه القهوة قلت لك باكو شكتون من بعد الغجر وعنا اليوم برا ما عارش ندخلوا طول كيف ما شفت فين ما شفت فين نخدم أوكي. زيد 4 ساعة ده حاط Good morning, sir. Good morning. Commissario. Commissario, signori. Italiano. Shalom. Ish la badish. Ti burat. Oui, monsieur. Oui. Okay. Tabata. Okay. أي به هذا سبا مشي تجي تدخل استنى هاي buongiorno buongiorno Montolivo Imbrosini Flamini Antonini ما اسمه حمدي الحربوي شكر القاعد قتل البراكي تفضل خويا شحالك زي شيش خلق زيد خدم عندك تحب انا اي معناها اش عندك بالضبط اش عندي اش عندي معناها الدبلوم لا باك نعود فيه الباك نعود فيه ما عنديش فورماسيون ما عنديش بالنسبة للباك كنت لاتر ولا سبور عاود فيه ايكونومي ايكونومي بون معناها ما عندك شيء ما يتنفخ انت جاي تفتلك ولا بالرسم جاي بالرسمي معناها مش عاود نحكي في نكت الو الو سي مراد قدامي سي وسيم سي مراد ولدك هو كنا غلطين لا اكيد فما اكيد فما كيف ما فماش مش شركة السوسيتي بتاعنا اولى بيه سي مراد كيف ما فماش نلقاو سي مراد
احنا نشرفنا باش نخدموا ناس ما عندهمش خبره ديما معناها باهي في حتى مثل سيني قال هكا تخدم واحد ما عندوش خبره يعني احسبوا خدم سيمورا مليون احسبوا اوكي سلام سيمورا سلام سلام حاضر ممكن نركز سامحني انا خلص سامحني ما في باليش كود سيمورا ما نقول من الاول يا راجل ايش عم فيك سيمورا بلا يقلقني ليه شكرا كيفاش؟ عمش هديك نزبر مو في عمصة بون إجراءات عمية خايفة صحة مش مهمة علاش حق شوية عين خارج؟ يعني احتمال إجراءات عمية أصلا بيزيت كلام دعوة أبو خلاجي من دعوة إن شاء الله وقت يجي نخل تخدم بون عم حاجة الانتباط عنه معنى كي نقول سبعة زيوة سيم نجم في العشرة أوكي طبعا السبعة احنا وليد السبعة سبعة وعلي المصروف كهربا ماشي احكي معنا بسكايب بون نجم شوية بون نجم هذا فيني سكرتير كانت تحب بعضهم عمليش في فيلس فاتيهم بيه اهم حاجة عنا في الشركة من طقوس الشركة طلع في الفرق بينهم لا يسمعش لا يسمعك طقوس الشركة بس لما ايجا نوري كمبيوتر